هل من تعليق على ما قال الدكتور هيفتي، أنا أعرف أن كان هناك خلاف بينكم وبينه في خصوص موضوع اللاعب سليماني لاعب الرجاء البيضاوي، شارك في مباراة أولمبيك خليبكا في الموسم الماضي وكان قد أصيب قبلها وكان قد تعرض كان تبع علاجا معينا ولم يتم استدعائه للمنتخب، وقال هيفتي بأنه إذا ما اشترك في أي مباراة سيعاوده أو تعاوده الإصابة بعد 6 أشهر، وكان هناك خلاف بينكم وبين عبد الرزاق هيفتي. هل اليوم هناك أيضا نفس هذا الخلاف في حال وفاة زكريا الزروالي؟ هو هذا رأيه الخاص، ولكن الطب لا يعترف بالآراء، يعترف بالوقائع بالعلم. لا هو رأيه، لا لا اسمح لي، هو رأيه الخاص، هو لا يعرف ملف زكريا الزروالي. نعم. بالضبط التحاليل اللي يتحدث عليها والمثل الإصابات اللي يتحدث عليها ما عرفش ملف بالضبط دياله شنو اللي دفي هنا يبتصر. نعم. سؤال بسيط بروفيسور، هل أنتم مستعدون لطرح هذا الملف الطبي على أنظار الصحافة والإعلام، وممكن أن تعطوها أيضا لجهات أخرى للخبرة؟ طبيعة الحال أنا ما عندناش مشكلة في الشهادة، وعندنا يعني اليقين وضميرنا ضمير سليم، لأن قمنا بواجبنا الطبي مع المرحوم زكريا الزروالي في المحنة ديالو من بداية ديال الإصابة ديالو تل الآخر آخر أيام ديال الحياة ديالو. نعم. احنا بقينا بشنبو على ذكر فرنسا، النقل إلى فرنسا ما كانش تقصير صير في 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 العناية المركزة أو في العلاج الذي كان كيتمنى. نعم. النقل إلى فرنسا هي كنا نتحدث بطبيعة الحال زكريا الزروالي، وكان هناك أخصائيين في الكبد وكذلك في الأمراض التعفنية وكذلك. نعم. في الإنعاش والتخدير هما اللي كانوا كيشرفوا عليه. احنا كنا في الأطراف بيننا وبين فريق رجاء البيضاء وكذلك المريض والأطباء اللي مشرفين عليه، فما قصروش هما ولو شي حاجة. نعم. ولكن لماذا لم يتم التعجيل بسفره إلى فرنسا؟ لا. أين كانت المشكلة؟ احنا بغينا نرجعوا نشرحوا هذا الشيء علميا مع الأسف. لا بالطبع أنا أريد اختصار حتى 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 يبقى المشاهدين المتابعون. أعطيك الإصابة يعني التهاب اللي تعانى فيها. لا نتحدث عن ذلك، أتحدث لماذا كانت هناك طائرة موضوعة كانت جاهزة، لماذا لم يتم نقل الراحل إلى مدينة بوردو كما تم الحديث عنه؟ لا كنا نستعد لنقل زكريا الزروالي إلى مدينة بوردو. نعم. لعملية الزراعة. لماذا لم ينقل؟ لم ينقل لأن المسؤولون عن تنقل يعني ديال المريض زكريا الزروالي إلى الديار الفرنسية قالوا بأن الحالة الصحية ديالو ما يمكنش تسمح ليه باش يتنقل في ديك الظروف هذه. اذا كانت حالته مزريه، ساعه التفكير في نقله تدهورت حالته الصحيه. فعلا تدهورت حالته الصحيه، فكان يتعثر على الطاقم الطبي اللي غادي يتكلف به بالتنقل ديالو الى فرنسا. على أي حال بروفيسور أشكرك على مداخلتك وفي هذا الموضوع، وبالتالي الموضوع سيأخذ بالطبع ربما أبعاد أكبر إذا تحركت السلطات القضائية في ذلك أو ربما لا تتحرك. على أي حال لا زالت هناك الكثير من النقاط والكثير من علامات استفهام يطرحها المتابع. أنت تقول أبرأت ذمتك بأن الموضوع موضوع تمت مباشرته بشكل سليم من خلال الإجراءات الطبية التي كان يجب اعتمادها والخطوات التي يجب اتخاذها. شكرا لك بروفيسور. نعم. وإذا بالطبع جد جديد قد نعود للموضوع في حلقات قادمة بإذن الله. أذكر فقط بأن حادث السير الذي تعرضه لاعب نادي العين الإماراتي هداف العمري لم يكن خطيرا، خرج على إثره سالما غانما فقط.